اول حاجه قلناها يا باشمهندسين بعد ما بفتح البرنامج بعمل ايه؟ ها فايل نيو وافتح يا باشمهندسين اكتم اظن الناس كلها معاها ملف التمبلت ها لما تقولوا ان خلاص الشباب يبقى انا دلوقتي كل اللي انا عملته ان انا فتحت ملف ايه ملف التمبلت بعد اقول له بعد كده يا باشمهندسين اقول له فايل فايل سيفاز تمام يا شباب وسيف الكلام ده في اي مكان بالاسم اللي انتوا عاوزينه تمام يا شباب طيب انا عاوز دلوقتي يا باشمهندسين اعمل سيرفس من خريطه كونتوريه انا مديها لكم اتفقنا مع بعض نعمل ايه ها الخطوات انزيرت ها انزيرت وبعد كده يا باشمهندسين اعمل ايه في الشاشه دي براوز صح واروح اختار الخريطه الكونتوريه اللي عندي وليكن الخريطة الكونتورية دي نعم أو بعد كده يا باشمهندسين اتفقنا مع بعض براوز بنجيب منه يا باشمهندسين بنجيب منه الخريطة الكونتورية اللي هي الراجل مديها لك عشان تشتغل عليها المشروع بتاعك صح شباب بعد كده بتأكد ان هنا من السبيسيفاي دي ان هي متفعلة ولا غير مفعلة غير مفعلة واكسبلود دي وضعها مفعل بعد كده اقول له يا شباب اوكي انا طيب دلوقتي يا باشمهندسين بايه ان انا عندي الخريطه الكونتوريه مش ظاهره فاقول له ايه دلوقتي اقول له زد اي انت صح شباب زوم اول تمام يا باشمهندسين عندي دلوقتي الخريطه الكونتوريه ظاهره يا باشمهندسين نعم اقترب صلاه الظهر ظهرنا دلوقتي يا باشمهندس الخريطه الكونتوريه عندنا دلوقتي البرنامج عارفها لا مش عارف فانا بعمل ايه بخلق سيرفس اخلق السيرفس منين قلنا من ثلاث اماكن ها اما منين من هنا اقول له كرييت سيرفس او من هوم هنا يا باشمهندسين وسيرفس اقول له كرييت سيرفس او من هنا اقول له رايت كليك ويا باشمهندسين وكرييت سيرفس من هنا قلنا نتاكد ان هو تي اي ان هو دايما بيكون تي اي ان سيرفس وفهمنا ايه المقصود بالتي اي ان دي المره اللي فاتت اللي هو بيوصل بين ايه النقط اللي المساح جايبها لي على هيئه يا باشمهندسين مثلثات صح وبعد كده بسميه اي اسم انت عاوزه وليكن سميته بالاسم ده تمام يا شباب وبعد كده اقول له يا شباب طبعا انتوا ظاهرين هنا الستايل هنا يا باشمهندسين ليه من ايه ده من ملف التمبلت انا مظبطه على كده خلاص انت عاوز تختار من هنا يا باشمهندسين اي ستايل انت عاوزه مش مشكله هي نفس الشاشه اللي احنا شفناها المره اللي فاتت خلاص شباب طيب بعد كده يبقى كل اللي انا بغيره في الشاشه دي هي الاسم بس تمام وبعد كده اقول له يا شباب اوكي دلوقتي يا باشمهندسين ايه اللي حصل؟ ها فتح عمل دلوقتي يا باشمهندس سيرفيس له اسم اسمه ايه؟ جي اس، طب هو مفعل؟ لا مش مفعل عشان افعله بالخريطه الكونتوريه قلنا نعمل ايه؟ ها؟ اولا هو انا عاوز دلوقتي اعمل السيرفيس ده اخلاه من ايه؟ من خريطه كونتوريه يبقى اروح على كونتورز صح شباب؟ واقول له ايه؟ قال بعد كده هنا الشاشه دي بنعمل فيها حاجه اوكي على طول يجي الراجل يقول لي ايه تحت؟ ها سيلكت كونتور يبقى اروح اختار الكونتور اللي عندي واعمل ايه بعد كده يا باشمهندسين ماستر مسطره او انت تمام يا باشمهندس الاقي الراجل عمل ايه هنا دلوقتي يا باشمهندسين عمل السيرفيس عندي والاقي هنا قصاد الكونتور ايه اللي حصل مفعل لحد الخطوه دي قلنا احنا ممكن نقلب بقى بعد كده ونروح على فين على الخطوة اللي هي بتاعة الالاينمنت رسم المسار بتاع الطريق والحاجات دي. لكن احنا دلوقتي عاوزين نتكلم في نقطة ايه يا باشمهندسين؟ التعديل. تعديل ايه؟ قلنا المرة اللي فاتت التعديل لو انا عاوز اعدل في الالوان او اعدل في شكل الايه الكونتور اللي ظهر. بنعدل الكلام ده منين؟ ها؟ قلنا ان هنا رايت كليك ونخش هنا يا باشمهندسين على سيرفيس بروبرتيز تمام يا باشمهندسين؟
وبعد كده يا باشمهندس بدخل هنا اختار الايه الستايل اللي انا عاوزه صح. ممكن اختار اي ستايل من الستايلات دي. طب انا لو عاوز اعدل على الستايل ده اعدل منين؟ ها قلنا نضغط هنا صح يا باشمهندسين، او اللي انا اضغط على السهم اللي في الجنب واقول ايه ايديت كارنت سيلكشن صح يا باشمهندسين. طيب في حاجه كمان، هو مش ده اسمه ايه يا باشمهندسين؟ سيرفيس ستايل صح. طيب هو السيرفيس ستايل ده نوعه ايه؟ كونتور 1 متر عند كام؟ 5 متر. لو احنا اخترناه وقلنا اوكي كده يا شباب، دلوقتي انا دلوقتي الوضع الالوان وكل حاجه اللي موجوده الشكل ده بتاع الكونتور اسمه ايه؟ ستايل. اسمه ايه؟ كونتور 1 ايه متر الى 5 متر، اللي هي المينور 1 والميجور 5. طيب لو انا عملت وقفت دلوقتي كده يا باشمهندسين وقلت هنا دلوقتي، بص عملت ايه هنا دلوقتي يا باشمهندسين؟ ايه دي سيرفيس ستايل. انا لو اخترت هنا يبقى انا بعدل على السيرفيس ستايل اللي هون اللي انا كنت مختاره قبل كده اللي هو كونتور 1 الى 5. يبقى عشان اعدل على الستايل اما اعدل من سيرفيس ستايل من جوه واختاره واعمل له ايديت، او اعدل من بره من هنا. مفهوم ولا يا شباب؟ ها في مشكله؟ تمام. وهنا برضه نفس الشاشه اللي احنا كنا بننظرها وبنعدل منها من الالوان. وحتى هنا بصوا هنا كده يا باشمهندسين الاسم بتاعه ايه؟ كونتورز 1 متر اند كام؟ اند 5 متر. قلنا الالوان اهو، نيجي كده يا باشمهندس نفتحهم هنا اهو. هنا يا باشمهندس 1 متر عند 5 متر، لو جينا فتحناه ونشوف ايه يا باشمهندس الديسبلاي بتاعه. هنا يا باشمهندس الالوان بتاعت هنا ظاهر ايه؟ البوردر والميجور والمينور. هنا البوردر اخضر ودي ايه؟ يعتبر ابيض يعني رصاص فاتح وده رصاص غامق. نروح نشوف الثاني هو ظاهر ايه؟ ايه اللي ظهر هنا يا باشمهندس؟ نفس الحاجات اللي ظاهره، بس ايه اللي حصل؟ الالوان مختلفه. في مشكله يا شباب؟ طيب قلنا يا باشمهندس طبعا ده اللي انا بفضله اللي انا عامله انا الايه الديفولت بتاعي، او اللي انت تختار اللي هو كونتور ايه اند تراينجل. تمام يا شباب؟ طيب ظهر عندي اهو يا باشمهندسين السيرفيس. بس انا هسالكم سؤال دلوقتي يا باشمهندسين، السيرفيس في المنطقه دي ايه وضعه؟ هل ده يا باشمهندس الارض الطبيعيه كانت مرفوعه بالشكل ده ولا في زيادات؟ طب ايه اللي عرفنا ان في زيادات؟ طب تعالى كده يا باشمهندس لو دخلنا هنا على سيرفيس بروبرتيز وقلنا نو ديسبلاي، ايه المقصود بنو ديسبلاي؟ اخفي لي السيرفيس عشان نشوف الارض الطبيعيه. تمام. ونيجي كده نحط كده ايه على جنب، نبص كده يا باشمهندسين على اللوحه عندنا ايه الوضع؟ ها يبقى كان الوضع القديم ده هو الوضع بتاع ايه يا باشمهندسين؟ الرفع المساحي. الراجل لما جه عمل السيرفيس عمل ايه؟ ها؟ زود. طيب الزياده اللي هو زودها دي هل هي فيها ايرور ولا صح؟ صح. نبص ونشوف. لو جينا اخترنا هنا كونتور اند تريانجل وهنا اوكي. المفروض يا باشمهندس اخر الرفع المساحي هنا صح؟ طب الراجل ايه اللي عمله؟ قال النقطه دي مع نقطة هناك خالص فوق اهي مع نقطة هنا وراح موصل بينهم مثلث صح؟ نقطة هنا اهي يا باشمهندس بعيدة هنا تمام؟ مع النقطتين فوق وراح موصل بينهم مثلث صح؟ طيب مش المفروض دلوقتي يا باشمهندس البرنامج دلوقتي المفروض ده الرفع المساحي اللي الراجل رفعه صح؟ طيب المنطقة دي الراجل اللي ايه البرنامج هو اللي زودها من عنده. طب الزيادة من عنده دي صح ولا غلط؟ المفروض اللي هي غلط. هو المفروض كان يوصل بين النقط المساحيه هنا في الزون ده، يوصل بين النقط اللي الراجل رفعها مساحيا في الزون ده، يوصل في الزون ده في الزون المرفوع، لكن ما ينفعش يوصل في الارض دي. انا ايه اللي ضمن ان الارض على الطبيعه هي نفس الرفع اللي الراجل ايه عامله على البرنامج؟ فلازم اروح ادلت الخطوط اللي البرنامج عاملها. مفهومه ولا شفتوها يا شباب؟ طيب ادلت الخطوط دي ازاي؟ يبقى اروح انا دلوقتي ادلت الخطوط دي ازاي يا باشمهندسين؟ اروح مختار السيرفيس بتاعي. ها في هنا حاجة اسمها ايه؟ ايديت سيرفيس. والاقي هنا يا باشمهندس بيقول لي انت لو عاوز تضيف خط ضيف خط. هنا تاني نقطة ايه؟ ديليت لاين. انا عاوز اعمل ايه هنا؟ ادلت خطوط. يبقى اقول له ديليت لاين. قال لي ايه هنا تحت يا باشمهندس شريط الكوماند؟ سيلكت. يبقى اروح اختار الخطوط اللي انا يا باشمهندس الخطوط دي كلها صح ولا يا شباب؟ ادي ديليت. طيب اللي تحت ده يا باشمهندس ده تبع الرفع المساحي؟ لا مش تبع الرفع المساحي، اروح ادلته. ها؟ ده يا باشمهندس تبع الرفع المساحي؟ لا مش تبع الرفع المساحي، روح دلته.
نفس النظام بقى يا باشمهندس، امر على السيركس كله واي حاجه بعيده عن النقط المساحيه اعمل فيها يا باشمهندسين ادلتها. تمام يا شباب؟ عندك هنا نفس النظام اهو يا باشمهندس، النقط دي ادلتها مع بعضها. امر على السيركس كله. نفس النظام هنا كده يا باشمهندس اهو، الحاجات دي كلها دلتها اهي، دي بعيده عن الرفع المساحي اللي انا رافعه فاختارها وادلتها. الناس فاهماني بقول ايه؟ تمام يا شباب. هنا نفس النظام بالنسبه للجزء ده. قلنا برضه نفس النظام اللي ايه المره اللي فاتت يا باشمهندسين. اقول حضرات دلوقتي يا باشمهندسين، قلنا المفروض المساح لما يجي يعمل رفع مساحي للمكان ده المفروض يرفع ايه؟ طبعا هو بيعمل شيء ميزانيه شبكيه، بس فرضا الميزانيه الشبكيه بتاعته جت على النقطه دي فوق يا باشمهندس. تمام؟ طيب لما يجي يعمل نقطه هنا يا باشمهندس والميزانيه الشبكيه في نقطه هنا وفي نقطه هنا، الراجل ده يا باشمهندس مش عمل مثلث كده؟ طيب في البرنامج هو معتبر ان المثلث ده تحت منه تراب، لكن هو في الحقيقه ايه وضعه؟ فاضي صح؟ فالمفروض اروح اعمل ايه النقطه دي؟ اشيلها. اشيلها منين؟ اروح هنا يا باشمهندس برضه نتعلم ازاي نشيل الكلام ده. طيب لو ظهرت معاك، وده ان شاء الله هنتعلم ان شاء الله فيما بعد، هتظهر امتى كمان على البرنامج، تمام؟ لكن انا بقول لكم لو ظهرت معاك في اي وقت، تمام؟ ازاي اللي انا امسح نقطه؟ فلازم هنا يا باشمهندس اروح على الجراوند سيرفيس، اقول له سيرفيس وبرتز، واجي هنا يا باشمهندس اختار نوع السيرفيس اللي عندي، لازم يكون كونتور اند تريانجل. نعم هو مسجل اصلا كونتور اند تريانجل. وبعد كده يا باشمهندسين بقول له ايديت، واروح اصدر ايه هنا يا باشمهندسين؟ البوينت. مش لازم اصدر البوينت عشان اعمل لها عمليه ديليت، صح ولا يا شباب؟ وبعد كده اروح قايل له ايه يا باشمهندسين؟ اوكي. واقول له ايه تاني؟ اوكي. تمام يا شباب؟ طيب دلوقتي ايه اللي حصل هنا؟ ظهر ايه دلوقتي؟ البوينت اللي عندي. فرضا النقطه دي عاوز اشيلها، اشيلها ازاي؟ اروح مختارها، وبعد كده يا باشمهندس اختار السيرفيس هنا، ظهر لي فوق هنا ايه في الريبون؟ ايديت سيرفيس. اروح قايل له هنا بقى دلوقتي اقول له ديليت لاين، امال اقول له ايه؟ ديليت بوينت. تمام يا شباب؟ واروح جاي ماسح النقطه دي. في مشكله؟ الراجل مسح النقطه، لا انا عايز امسح النقطه دي كمان، امسح براحتك. تمام يا شباب؟ طيب لو فرضا يا باشمهندس الراجل راح قال لي والله ايه انا عاوز اضيف نقطه، اضيف نقطه ازاي؟ برضه من ايديت سيرفيس تقول له هنا اديت بوينت، وتروح انت هنا بقول لك ايه هنا يا باشمهندس؟ سيلكت، اختار اي مكان لنقطه، اقف في اي مكان وقول له والله هو المكان ده. بيقول لي ايه هنا يا باشمهندس؟ نيو اليفيجن، يعني المنسوب بتاع النقطه دي انت عاوزه يبقى كام؟ تمام يا باشمهندس؟ طبعا بيبقى الراجل قايل لك المنسوب ده كام؟ نقول له مثلا وليكن 150. ايه اللي حصل هنا؟ خلق لي ايه يا باشمهندسين دلوقتي؟ نقطه، والنقطه لما خلقها عمل ايه؟ وصل مثلثات بينها وبين النقط الثانيه. هي مفهومه ولا مش مفهومه يا شباب؟ يبقى من قائمه ايديت سيرفيس هنا يا باشمهندس ممكن اعمل ادد للاين، اوصل بين نقطتين. واهو يا باشمهندس طب عاوز اوصل بين نقطتين، اوصل ازاي؟ نقول له ادد لاين، اختار اي نقطتين هنا يا باشمهندس وليكن النقطه دي. هو بيقول لي هنا ايه؟ ادي النقطه دي بالنقطه دي. نشوف الراجل هيعمل ايه يا باشمهندسين؟ ايه اللي حصل؟ وصل بين النقطتين ولا ما وصلش؟ بس لما جه وصل راح عامل مثلثات بقى عشان يظبط الدنيا عنده. هي مفهومه ولا مش مفهومه يا شباب؟ يبقى يا باشمهندس لو جيت انا اخترت هنا من دلوقتي السيرفيس وعاوز هنا اضيف لاين، عرفنا ازاي نضيف اللاين؟ لو عاوز اعمل ديليت للاين، عرفنا ازاي نضيف وازاي وامتى بشيله؟ ازاي يا باشمهندس بعمل ادد لبوين؟ وازاي بعمل ايه يا باشمهندسين؟ ديليت لبوين. ونفس النظام بالنسبه لو انا عاوز اعمل ايه يا باشمهندس؟ موديفاي لبوين. نجرب كده موديفاي لبوين دي يا باشمهندسين، نختار ايه دلوقتي؟ موديفاي بوين. نشوف الراجل بيقول لي ايه تحت؟
سيليكت بوينت، نختار اي نقطة من النقط دي، ادي النقطة دي، ونقول له مسطرة. يقول لي ايه هنا يا باشمهندس؟ هو انت عاوز تعمل ايه؟ موديفاي. يعني ايه موديفاي؟ تعديل. يبقى المنسوب القديم كان غلط وعاوز تضيف منسوب تاني، وليكن مثلا كنت انت عاوز تخلي المنسوب 180، شوف اللي هيحصل، غير المنسوب فوصل بينهم اكتر. مفهوم ولا يا شباب؟ نفس النظام يا باشمهندس، لو انا عاوز اعمل موف لاي نقطه يبقى اقول له من هنا يا باشمهندسين موف بوين، ها اقرا اللي تحت بيقول لي هنا يا باشمهندس سبيسيفاي ا بوين، حدد النقطه. يبقى انا عاوز النقطه دي، تروح انت مختار هنا النقطه يا باشمهندس، ويادي هنا ده المكان الجديد بتاعها. مفهوم ولا مش مفهوم يا باشمهندسين؟ اقول تاني، يبقى يا باشمهندس لو انا عاوز اعمل اي اضافات على السيرفيس بتاعي عرفنا نعمله منين، اما اضيف لاين وعرفنا ازاي نضيف، اما اللي انا اعمل ديليت لللاين ده لو يا باشمهندس البرنامج وصل بين نقط زياده عن المفروض اللي انا ايه رافعها مساحيا، او اللي انا اضيف بوينت، او اللي انا اعمل ديليت لبوينت، او اللي انا اعمل موديفاي لبوينت، او اللي انا اعمل ايه يا باشمهندسين موف للبوينت. في مشكله؟ يبقى كل اللي احنا اتعلمناه في السيرفيس، ازاي اللي احنا نعمل سيرفيس من خريطه كونتوريه، ازاي اللي انا اعمل تعديل على الستايل شكل الاخراج بتاع السيرفيس، والنقطه الثالثه ازاي اللي انا اضيف بوينت او اشيل بوينت، ازاي اللي انا اضيف خط او اشيل خط، بس اللي احنا لحد دلوقتي اتعلمناه. في مشكله يا شباب؟ الناس بقى تجرب. احنا كنا بدانا المره اللي فاتت يا باشمهندسين في ايه؟ كرييت ها اير سيرفيس، صح ولا لا؟ قلنا يا باشمهندس انا عاوز اللي انا اعمل اعرف سطح الارض الطبيعيه للبرنامج. قلنا اول حاجه ممكن المساح يكون مديني ايه يا باشمهندسين؟ خريطه كونتوريه، وتعلمنا مع بعض ازاي اللي احنا نخلق سيرفيس من خريطه كونتوريه. طيب النقطه الثانيه يا باشمهندس، ممكن المساح يكون عامل ايه؟ ميزانيه شبكيه ومديله النقط. تمام يا باشمهندس؟ مديله النقط دي فين؟ في شكل ملف اكسل. طيب ملف الاكسل ده بيكون شكله عامل ازاي يا باشمهندس؟ ملف الاكسل بيكون بالشكل ده كده يا باشمهندسين. بيكون مديني هنا يا باشمهندس خمس اعمده، او على حسب هنفهم دلوقتي. اول عمود ده عباره عن ايه يا باشمهندسين؟ البوينت نمبر، اسم النقطه ايه؟ هو مديها اي رقم. تمام يا باشمهندسين؟ تاني عمود مديني ايه يا باشمهندس؟ حاجه اسمها ايه؟ الايستن. تالت عمود اسمه ايه؟ النورسن. وبعد كده حاجه اسمها ايه؟ اللي في يعني ايه اللي فيجن؟ منسوبها ارتفاعها، صح؟ وبعد كده مديني حاجه اسمها ايه؟ ديسكريبشن، وصف ليها. تمام؟ طيب ايه الايستنج والنورسنج دي يا باشمهندسين؟ هو مش ده الايست ده اللي هو الشرق، والنورث ده اللي هو ايه؟ الشمال، والويست اللي هو ايه؟ الغرب، والساوث اللي هو ايه؟ الجنوب. ايست دي يا باشمهندس مش بفكرنا بالاكس، والنورث دي بفكرنا بايه؟ بالواي، بس هو هنا مسميه ايست وايه؟ ونورث. يبقى معنى كلمه نقطه واحد دي لما يجي يقول لي الايست بتاعتها 332,435 مقصود بقى ايه؟ ان النقطة واحد دي بتبعد عن النقطة دي عن نقطة يا باشمهندسين نقطة الصفر مسافة مقدارها هي القيمة دي اللي هي 332,436. ها تمام يا شباب؟ ايه المقصود بالنورث ده؟ المقصود بيه بعد نقطة واحد عن النقطة دي قيمتها اللي هي ايه؟ 1,586,395. هي مفهومة ولا يا باشمهندسين؟ يعني معنى كده نقطة واحد تقريبا فين؟ موجودة هنا تقريبا. في مشكلة يا شباب؟ طيب الإليفيجن بتاعها المقصود بيها يا باشمهندسين؟ ارتفاع النقطة عن نقطة الروبير بتاعة المشروع الصفر بتاع المشروع، أو عن منسوب النقطة اللي إيه؟ المية في إيه؟ في اسكندرية. تمام يا شباب؟ ارتفاع النقطة دي كام؟ 242 متر. تمام يا شباب؟ الديسكريبشن إيه المقصود بيه؟ هو مدي وصف للنقطة، والله هو يا باشمهندس إيه عند عمود إنارة رفع النقطة دي، راح قال والله إيه عند العمود الإنارة دي مثلا وليكن ال اس، إداله رمز ال اس، إدى نقطة تانية رمز اكس، أي رموز. تمام يا شباب؟ يبقى هو ده ملف الإكسل اللي الراجل بيديهولي. نفاجأ يا باشمهندس إن إيه برنامج السفل
ما بيقبلش غير ارقام، يبقى الكتابات اللي فوق دي يقبلها ما يقبلهاش، بروح اعمل ايه؟ اعمل ديليت لايه؟ للرو اللي هو الصف الاولاني، واشيل طبعا الحاجات اللي انا حطيتها بتاعت الشرح دي يا باشمهندس. يبقى اي كتابات موجوده يا باشمهندس اعمل فيها ايه؟ ادلتها. كل الموضوع يا باشمهندس اللي انا اسيب ادي العمود الاولاني، انا عارف ان هو ده بيرمز لايه؟ للنقطه، اسم النقطه. العمود الثاني يرمز لايه؟ للايست، وده يرمز لايه؟ للنورس، وده بيرمز لايه؟ الايفيجن، وده بيرمز لايه؟ للديسكريبشن. الراجل هنا يا باشمهندس مديني نقط كتير قوي، عددهم كام؟ 10,000 نقطه. نعم. الديسكريبشن ده يا باشمهندس بتستفاد منه بايه؟ قال والله يا باشمهندس فرضا ان انت عندك عمود اناره، او عندك بيديك وصف الترعه، او بيديك اي حاجه من الحاجات دي، بيديك حدود ترعه، تمام؟ فانت لما بتيجي تنقل الكلام ده على البرنامج بتروح انت تعمل حدود الترعه دي، بحيث ان انت ايه تبعد بعيد عنها وانت جاي تعمل المسار، تمام يا باشمهندس؟ او اللي انت تقطعها وتعمل عليها كوبري. فاهم قصدي ولا يا باشمهندس؟ ها في مشكله؟ بعد كده يا باشمهندس اقول له فايل سيف از. الامتداد الطبيعي بتاع البرنامج لو كنت انا مسيفه على 2003 امتداده ايه؟ اكس ال اس، صح؟ مش ده الامتداد؟ طيب لو انا مسيفه على 2010 اللي انا فاتحه امتداده ايه؟ اكس ال اس اكس. انا لو سيفته بالطريقه دي البرنامج مش هيقبله منه. امال البرنامج بيقبله ايه؟ قال لي بيقبله بطريقتين. الطريقه الاولانيه ان يكون الامتداد بتاعه تي اكس تي. طيب بيجي منين التي اكس تي ده؟ عن طريق اللي انا هاجي اختار من هنا يا باشمهندس حاجه اسمها التاب ديليميتد. الناس شايفه؟ يبقى هاجي اختار من هنا يا باشمهندسين تكست تاب ديليميتد، والامتداد في الجنب اللي هو التي اكس تي. خلاص شباب؟ واروح قايل له ماشي. واروح مسا ايه؟ طبعا ظهر اهو ايه؟ انت سميه باي اسم زي ما انت عاوز، انا مسميه بالاسم ده، انت تسميه باي اسم مفيش مشكله. واختار المكان اللي انا سيف عليه وليكن على الديسك توب. وبعد كده اقول له يا باشمهندسين سيف. يجي يقول لي والله يا باشمهندس هو انت عاوز تحتفظ بالفورمات القديمه؟ اقول له لا. خلاص يا شباب؟ اقول له هنا ده كانسل دونت سيف. خلاص يا شباب؟ بعد كده يا باشمهندسين اروح فين دلوقتي؟ اروح على الديسك توب. الاقي اللي ظهر عندي هنا؟ ها الملف اللي انا لسه مسيفه بامتداد ايه؟ تي اكس تي. لو جيت كده دلوقتي فتحته يا باشمهندس الاقي الملف ده عباره عن ايه؟ عمود الاولاني وسايب تقريبا في حدود 8 مسافات، وراح جايب لي العمود الثاني سايب 8 مسافات، وراح جايب لي العمود الثالث سايب 8 مسافات، العمود الرابع مسافتين، العمود الخامس. خلاص هو ده اللي البرنامج بيقبله. العمود الاولاني ده عباره عن ايه؟ بوينت نمبر، الثاني النو الايستنج، الثالث النورسنج، تمام يا شباب؟ طيب. أول عمود عندي يا باشمهندسين كان اسمه إيه؟ بوينت نمبر، الاختصار بتاعه إيه؟ بي. تاني عمود كان اسمه إيه؟ ايستنج، الاختصار بتاعه إيه؟ إي. تالت عمود كان اسمه إيه؟ نورسنج، الاختصار بتاعه إيه؟ إن. رابع عمود كان اسمه إيه؟ الايفيجن، الاختصار بتاعه زد. خامس عمود كان اسمه ايه؟ دي، اللي هو ايه يا باشمهندس؟ اختصار لايه؟ لديسكريبشن. يعني الاختصار لو خمس اعمده يبقى اسمه ايه؟ بنزل. خليها في سرك كده عشان نعرف دلوقتي احنا هنستفيد منها بايه. خلاص شباب؟ طيب نيجي نخش على البرنامج كده نقول بسم الله. نقول له دلوقتي فايل نيو، اتفقنا مع بعض، اعمل ملف جديد. الملف ده افتح ملف التمبلت بتاعي. ادي ملف التمبلت بتاعي نفس الخطوات العاديه. اروح اعمل ايه دلوقتي يا باشمهندسين؟ اروح اسيف، صح؟ ادي اروح قايل له فايل سيفاز، واسيف الكلام ده باي حاجه في المكان اللي انت عاوزه، تمام؟ واقول له ايه يا باشمهندسين دلوقتي؟ سيف. دلوقتي الملف جاهز عشان تعمل ايه يا باشمهندسين؟ اول خطوه السيرفس. هو السيرفس اللي انا اعمله من خريطه كونتوريه ولا اعمله من بوينت؟ من بوينت. بعرف السيرفيس من بوينت.
يبقى وانا مغمض دلوقتي من القوائم المنسدله، القايمه اللي انا اشتغل عليها هي قايمه ايه؟ بوين. اول حاجه عندي اقول له ايه؟ كرييت بوين. يبقى اول حاجه يا باشمهندس من القايمه المنسدله اقول له كرييت بوين، تعالى روح ظاهر للشكل ده. تمام يا باشمهندسين؟ له اما مكان تاني؟ قال لي اه له مكان تاني. منين؟ من الريبون هوم بوينت. اقول له ايه هنا دلوقتي يا باشمهندس؟ كرييت بوينت. تمام يا باشمهندسين؟ يظهر نفس ايه؟ انا اسف، من هنا اقول له هنا يا باشمهندس بوينت كرييشن تولز، يظهر نفس ايه؟ نفس الشكل. يبقى من هنا يا باشمهندس من بوينت اقول له كرييت بوينت، او من الريبون بوينت اقول له بوينت كرييشن تولز، او منين تاني يا باشمهندسين؟ من تول سبيس اتاكد ان هي ايه؟ بروسبكتور، اروح على بوينت اقول له ايه يا باشمهندسين؟ رايت كليك واقول له ايه؟ كرييت. ظهر لي نفس الايه؟ نفس الشاشه اللي ظهر. بعد كده يا باشمهندس الاقي حاجه هنا اسمها ايه؟ امبورت بوينت. اروح ضغط عليها يفتح لي الشاشه اللي انا ايه بعمل بقى ايه؟ استيراد. تمام يا باشمهندسين؟ ينفع اجيب الشاشه دي على طول؟ قال لي اه ينفع تجيبها على طول. من غير ما اوصل، من غير ما اجيب الشاشه دي؟ قال لي اه. اقفل الشاشتين. منين؟ قال لي من بوينت. اقول له امبورت بوينت. امبورت بوينت. يبقى نثبتها عشان اللخبطه. تمام يا باشمهندسين؟ حاجه واحده بس. بوينت امبورت بوينت امبورت بوينت عشان ما نتلخبطش. تمام يا شباب؟ دلوقتي فتح لي الشاشه دي. اول حاجه انا بقول ليها يا باشمهندسين سيليكت فايل، اروح قايل له هنا في هنا ايه علامه زائد ايه في الجنب كده، اقول له ايه؟ اضغط عليها. يقول لي هنا يا باشمهندس اختار ملف الامتداد بتاعه ايه؟ تي اتش تي. يبقى راح اختار الملف بتاعي. تمام يا باشمهندسين؟ طيب واروح قايل له هنا يا باشمهندسين اوبن. ايه اللي ظهر هنا؟ عاد في علامه خضراء اهي واستورد لك الملف. يجي يقول لي هنا يا باشمهندس سبيسيفاي، حدد بوينت فايل فورمات، الفورمات بتاعه الفايل اللي انت مستورده. هو الفايل اللي انت كنت مستورده كان الكولوم اللي فيه ان اي زد، ولا كان نوعه ايه؟ ها كان نوعه ايه؟ بن زد، صح؟ خمسه كولوم، صح ولا يا باشمهندس؟ يبقى اروح انا دلوقتي مختار من هنا يا باشمهندسين البنزد. طيب هو نوعه يا باشمهندس كان سبيد ديليميتد، سبيس ديليميتد، ولا كان تاب ديليميتد؟ ها؟ ايه سبيس وايه الكلام ده؟ لما جينا سيفنا هنا يا باشمهندسين نقول كنسل هنا بس ثواني كده عشان ايه؟ نرجع لاول خطوه خالص. ادي ده الملف القديم. لما جيت هنا قلت فايل سيف از، كنت اخترت من هنا يا باشمهندسين تاب ايه؟ تاب ديليميتد. يبقى المفروض يا باشمهندسين لما اروح هناك مش لازم يبقى نفس الكلام؟ هنروح هناك قلنا ايه؟ بوينت امبورت امبورت، نختاره من هنا ونيجي نختاره اهو. هنا نوعه ايه ده؟ تكست تمبليت، صح؟ اهو اوبن. يبقى لما اجي اختار من هنا كده يا باشمهندسين اختار ايه؟ بنزد. ايه؟ حسب اللي جاي لك في الاكسل. لو فرضا اللي جاي من الاكسل، احنا قلنا يا باشمهندس خمسه كولوم، صح؟ اللي جاي عندنا بوينت وايست ونورث واليفيجن وديسكريبشن. فرضا يا باشمهندس الراجل مش مديك البوينت دي ومش مديك ديسكريبشن، يبقى اسمه ايه؟ اي ان زد. خلاص لما انا استورده استورد ثلاثة كولوم بس. يبقى على حسب ما المساح مديك. فرضا المساح يا باشمهندس مديك البوينت مش مديك الديسكريبشن، يبقى اسمه ايه؟ بي ام اي زد. فاهمين ولا يا باشمهندسين؟ فرضا وليكن المساح اي بقى على حسب ايه الحاجات اللي موجوده عندك. طيب احنا قلنا يا باشمهندسين كان هنا الراجل اللي هو تي اكس تي ده كان سايب لي هنا 8 مسافات، يعني سايب لي سبيس. سايب لي هنا كام؟ 8 مسافات، يعني سايب سبيس.
سايب هنا مسافات يبقى اسمه ايه؟ سبيس. يبقى لما اجي اختار من هنا اختار ايه؟ بين زد ونوعه ايه؟ سبيس ديليميتد. هي مفهومه ولا مش مفهومه يا شباب؟ يبقى اخترت من هنا بين زد وسبيس ديليميتد. بعد كده اقول له هنا يا باشمهندسين النقط اللي انت تجيبها لي كلها تعملها لي ايه؟ ها؟ ادد بوينت تو ايه؟ بوينت جروب. تعملها لي في جروب عشان لما اجي اختارها سهل التعامل بيها. واجي هنا يا باشمهندس اروح قايل له اد واروح مسمي الجروب اللي انت عاوزه وليكن يا باشمهندسين جراوند بوينت. خلاص يا شباب؟ اي اسم انت عاوزه. واروح قايل له هنا يا باشمهندس اوكي. وبعد كده اقول له ايه هنا يا باشمهندسين اوكي. نلاحظ هنا بقى يا باشمهندسين لما نيجي نقول اوكي العلامه اللي جنب البوينت دي ايه اللي هيحصل لها؟ خلاص يا شباب؟ وروح قايل له هنا ايه اوكي نشوف ايه اللي هيحصل. ايه اللي حصل هنا يا باشمهندسين؟ ايه اللي حصل هنا جنب البوينت هنا يا باشمهندس؟ حد دلوقتي مفعله صح؟ تمام. طيب يا باشمهندس انا دلوقتي النقط مش ظاهره عندي، اظهرها منين؟ ها؟ نفس النظام، لان احداثيات البوينت اكبر من الاحداثيات بتاعه الشاشه، فاظهرها من ثلاث حاجات: اما السكرول دي اللي هي الروله دي اضغط عليها مرتين فيظهر، او زد اي انتر، او من هنا يا باشمهندس من فيو زوم اول. دلوقتي يا باشمهندس النقط جت عندي اهو يا باشمهندسين، دي النقط اللي هي المساح رفعها لي. هل هو الراجل دلوقتي حاسس بقى كسيرفس؟ لا، ده لسه بوينت بس مش اكتر. تمام يا باشمهندسين. طيب البوينت دي بقى يا باشمهندس الراجل جايبها ازاي؟ جايبها بالشكل ده ككروس، وجايب مش عارف ايه الحاجات اللي موجوده في الجنب دي. فاحنا عاوزين يا باشمهندس بالنسبه للجزء ده عاوزين نعرف اول حاجه كيفيه استيراد النقاط. عرفناها ولا ما عرفناهاش؟ منين؟ من بوينت امبورت بوينت. في ثلاث حاجات بنعملهم للاستيراد اهو، من بوينت امبورت بوينت. من هنا يا باشمهندس بختار الملف بتاعي، ومن هنا يا باشمهندس بشوف هو مديني ايه، ومن هنا بعمل ايه البوينت جروب، اقول له اوكي يظهر لي الكلام ده. الموضوع بسيط، احنا ما قلناش حاجه زياده صح يا شباب؟ اقول له زوم اول يظهر لي يا باشمهندس البوينت اللي عندي. طيب ايه الكتابه اللي موجوده دي؟ قال لي تاني جزئيه عاوزين نتعلمها مع بعض اللي انا عاوز اعرف ازاي اغير في شكل النقطه، وازاي اللي انا اغير في البيانات المجاوره للنقطه. طب يا باشمهندس اللي انت هتشرحه دلوقتي ده هل هو ضروري في كل مره؟ قال لي لا، ده ضروري عشان الاخراج النهائي. يعني يا باشمهندس البوينت دلوقتي جاهزه اللي انا اعمل منها السيرفيس؟ قال لي اه. نعملها ازاي؟ قال لي اهو يا باشمهندس عشان برضه ايه الناس تحس ان الموضوع سهل قبل ما نخش في الخطوه دي. اروح داخل على ايه؟ على سيرفيس، اقول له ايه؟ كرييت سيرفيس. اروح اعمل ايه هنا؟ اسميه ايه؟ اي اسم. تمام يا شباب؟ اقول له ايه؟ اوكي. بعد كده اروح على السيرفيس اللي هو اسمه اللي انا سميته دي اس. اروح على ديفينيشن. انا دلوقتي كنت الاول بعمل منين؟ من كونتورز. هنا اعمل ايه؟ من بوينت. البوينت اللي عندي انا جايبها فين؟ في جروب صح. الجروب دي اسمها ايه هنا؟ جي بي صح ولا لا؟ اروح قايل له على بوينت جروب واقول له هنا يا شباب اقول له اد. يقول له والله الجروب اللي انت عاوز تعمل منها اسمها ايه؟ جي بي. اقول له ايه؟ اوكي. اتقل بقى. دلوقتي يا باشمهندس السيرفيس انعمل صح؟ هل يا باشمهندس الخطوط دي صح؟ ولا بعيد عن الرفع؟ عمل فيها ايه؟ عمل لها ديليت. كل الموضوع اخش هنا ايديت ديليت لاين، واعمل ايه؟ امر على السيرفيس ده كله بقى واعمل ايه؟ ديليت لاين. من نقطة يا باشمهندس، النقطة اهي خارج النقط، يعني الخطوط دي مش خارج النقط. نعمل لها ايه؟ ديليت. هي مفهومة؟ النقط دي يا باشمهندس صح ولا غلط؟ أعمل فيها ايه؟ أعمل لها ديليت. مفهومة ولا مش مفهومة يا شباب؟ طيب
السيرفيس دلوقتي عندي جاهز ان انا اخش في خطوه الايه المسار. طب عايز اغير في الشكل هو الايه المره اللي فاتت خلاص مهندس، هي برضه نفس نظام السيرفيس اللي هو ده، واقول له ايه سيرفيس بروبرتيز واغير في الايه في الاستايلات تمام يا باشمهندسين، واظبط زي ما احنا عارفين المره اللي فاتت. في اي حد عنده مشكله عاوز اضيف نقطه عاوز اعمل موف لنقطه اي حاجه مفيش اي مشكله. الباشمهندس بيسال بيقول لي يا باشمهندس انا لو جيت عاوز اصدر الكلام ده على فرضا وليكن خطوط كونتور من 1 لـ 5 تمام، هو عاوز بس الراجل يفهم يعني ايه ميجور ويعني ايه مين، صح يا باشمهندس؟ تمام. طبعا عشان نفهم الكلام ده لازم الاول يا باشمهندس نروح نغير الالوان عشان بس ايه تبقى واضحه بالنسبه لنا. نغيرها منين؟ من هنا من ايديت كارنت، او اضغط هنا مباشره يا مال الكلام ده، او طالما انا مختار من هنا كونتور كنت من بره اقول له ايه يا باشمهندس ايديت سيرفيس ستار، اقول له والله انت ظاهر لي الميجور، اقول له والله الميجور ده انت عاوزه باللون هنا يا باشمهندس وليكن باللون ده، والمينور وليكن باللون ده. خلاص يا شباب، ونقول له ايه دلوقتي؟ نقول له اوكي. دلوقتي الاحمر ده ايه؟ ميجور، وده ايه؟ ميجور، واللي بينهم ده ايه؟ طب انا عاوز اصدر الكتابات، اصدرها ازاي؟ قال لي منين يا باشمهندس؟ من سيرفيس، اقول له ايه؟ ادد سيرفيس ليبل، واقول له ايه؟ كونتور مالتيبل، صح يا شباب؟ وبعد كده اقول له ايه؟ اجي اعلم على الخطوط الكونتور اللي انت عاوز تصدر ليها. بعد كده يا باشمهندس بروح لايه؟ انا مثلا عاوز تصل لده يا باشمهندس، نصل لده اخر حاجه اهو. يبقى ده النقطه لايه؟ النهائيه. عمل ايه دلوقتي يا باشمهندس؟ ايه اللي حصل دلوقتي؟ الراجل اللي قبلك هنا يا باشمهندس عند الميجور هنا ده كام؟ 265. طب الميجور اللي بعده المفروض يبقى منسوبه كام؟ ها؟ مش تضيف 5 يبقى 200 وكام؟ 70 صح؟ ادي الميجور اللي بعده 200 وكام؟ اللي بينهم دول يا باشمهندس كل كام؟ المنسوب، يعني الخط ده يا باشمهندس منسوبه كله كام؟ 266. الخط ده منسوبه كام؟ 267. ما كل واحد، مش احنا قلنا يا باشمهندس الاحمر ده الميجور والسيان ده المينور؟ مفهوم يا باشمهندس؟ ده سؤالك ولا ليك سؤال تاني؟ خلاص شباب، يبقى يا باشمهندس بعد ما عملت استيراد للنقط تمام يا باشمهندسين وعملت السيرفس، خلاص السيرفس ده بقى تقدر تشتغل عليه عادي خالص تمام. طيب نعمل بقى ايه دلوقتي يا باشمهندسين؟ نقول له والله نو ديسبلاي للسيرفس ده، نو ديسبلاي للسيرفس ده، ونشوف يا باشمهندس بقى المكتوب ده عباره عن ايه تمام يا باشمهندسين. هو ايه اصلا الشكل ده؟ هو الشكل هنا عباره عن ايه؟ كروس، صح؟ هو ينفع ان انا اغيره؟ ينفع. منين؟ قال له والله يا باشمهندس من هنا اروح واقف على ايه؟ الجروب اللي انا مختاره ده واقول له رايت كليك، وبعد كده اقول له ايه؟ روبرتز، الناس بتتكلم تمام يا باشمهندسين. يطلع عندي هنا اول حاجه يا باشمهندسين الاسم بتاعه، لو انت عاوز تغيره غيره. عندي هنا في حاجه اسمها يا باشمهندسين بوينت ستايل. يعني ايه بوينت ستايل؟ شكل النقطة تمام يا باشمهندس. هو شكل النقطة اللي الراجل ظهر هنا عبارة عن ايه؟ كروس. طب انت بقى يا باشمهندس في اشكال تانية؟ قال لي اه، برنامج مداك اشكال كتير قوي ممكن تظهرها. ادي مثلا شكل التري. يعني ايه تري؟ شجرة. هو مديهالك جاهزة، لو قلت ابلاي هيروح ظاهر لك هنا شكل ايه يا باشمهندسين؟ شكل الشجرة. ما هي الجي بي دي اللي هي اول بوينت، البوينت كلها موجودة في جروب، فلما تيجي تغير حاجة تغير في حاجة هتغير في كله مرة واحدة. مفهوم يا باشمهندسين؟ الراجل ايه اللي حصل هنا؟ غير كل النقط اللي موجودة بالشكل ده، بس أنا مزوم عشان بس أوضح لك يعني. تمام يا باشمهندسين؟ طيب، فهنا يا باشمهندس أي شكل من الأشكال دي أنت عاوز تظهره النقط اظهره براحتك. تمام يا باشمهندسين؟ طيب. قال لي كمان يا باشمهندس انت ممكن تعمل حاجه كمان، ممكن تقول له ايه؟ كرييت هنا ايديت، يعني تعمل تعديل ليه، او ممكن تعمل ايه يا باشمهندس انت؟
كرييت نيو. تمام يا باشمهندس؟ وتخش في تاني حاجه اللي هي عباره عن ايه؟ الماركر. هنا انفورميشن تقول له الكرييت نيو ده اسمه ايه؟ وليكن اسمه اي اسم. تمام يا شباب؟ بعد كده تقول له ايه؟ ماركر. بقول لك ايه هنا يا باشمهندس؟ يوز كاستم يوز اوتوكاد بوينت فور ماركر. بص كده لو ضغطت عليها ايه اللي حصل؟ لو انا عملت ابلاي دلوقتي هيظهر لك بره ايه يا باشمهندس؟ النقطه عباره عن ايه؟ نقطه مش هتبقى باينه. عجباك اوكي، مش عجباك خد الحاجه الثانيه. خلاص شباب؟ طيب الاوبشن الثاني ها اللي انت تقول له يوز كاستم ماركر. نبص كده يا باشمهندس، في هنا يا باشمهندس خط موجود اهو صح؟ بيفصل بين حاجات هنا وحاجات هنا. الحاجات اللي هنا يا باشمهندس بيقول لك ايه؟ فرضا انا اخترت نقطه. انت هنا تختار حاجه واحده بس وتضيف عليها حاجه من هنا او حاجتين. مفهوم؟ يعني هنا يا باشمهندس انا اخترت بوينت، ممكن اختار من هنا مربع او تختار الاثنين مع بعض. تمام يا شباب؟ ممكن بدل النقطه دي ما اختارش حاجه ويبقى الاثنين دول مع بعض او حاجه واحده. ممكن اختار من هنا زائد وحاجه مربع او الاثنين. اي شكل النقطه بس يا باشمهندس. احنا هنا دلوقتي كله في خطوه ايه؟ فوق. بص اقرا فوق كده. ده دي انت لو عاوز الشجره اختار الشجره. عاوز تعمل حاجه جديده يبقى تعمل كرييت نيو. شكل جديد. الاشكال المتاحه اهو يا باشمهندس، ممكن ده مع الاثنين دول، او ده مع ده بس، او ده مع ده، او ده من غير اي حاجه كروست بس. فاهم قصدي ايه يا باشمهندس؟ ده مع الاثنين دول، اي شكل من الاشكال دي. خلاص شباب؟ طيب لو قلت له ابلاي، نجرب كده اقول له ابلاي اوكي. ظهر ايه عندي هنا دلوقتي يا باشمهندس؟ ستايل جديد، صح ولا يا شباب؟ الستايل الجديد ده عاوز اعدل فيه، اعدل منين؟ نفس الكلام، اضغط هنا اعدل فيه بالشكل اللي انا عاوزه، عاجبني كده اقول له اوكي، وبعد كده اقول له ايه؟ اوكي. نشوف هنا ايه اللي هيحصل. شكل التري ده هيتغير وهيتغير بالشكل اللي انا ايه اخترته. الشكل اتغير. خليك مكانك يا باشمهندس دلوقتي، سيبه دلوقتي، سيبه. دلوقتي يا باشمهندسين من قلنا بروبرتيز ها، من بوينت ستايل، اي ستايل انت عاوزه من هنا تختاره براحتك يا باشمهندس. عاوز تعمل شكل جديد يبقى تقول له هنا ايه؟ كرييت نيو. تمام يا باشمهندس؟ قلنا اول مره، اول حاجه لو انت عاوزه كنقطه اختاره كنقطه، عاوز تختار من هنا اختار من هنا، عاوز تختار البلوك من البرنامج اختار. هو مجهز لك برضه شويه بلوكات هنا يا باشمهندس، ده أشكال اهي. عجباك عجباك، مش عجباك اختار الشكل اللي انت عاوزه. مفهوم ولا يا شباب؟ وهنا كمان يا باشمهندس ده السايز. يعني ايه سايز؟ يعني الحجم. الحجم هنا كنت كام يا باشمهندس؟ 2.5 مللي، يعني ربع سنتي. انت عاوز تزود زود براحتك. تمام يا شباب؟ طبعا هنختار وليكن الشكل ده كده يا باشمهندسين وهنشتغل عليه. في حد عنده اي مشكله دلوقتي؟ حد عنده اي مشكله؟ طيب الجزء الثاني عندنا اللي هو ايه يا باشمهندسين؟ بوينت ليبل. ايه يعني ايه ليبل؟ اسم، صح ولا يا باشمهندس؟ يبقى المقصود بقى هنا ايه؟ الستايل، شكل اسم النقطه، صح ولا يا باشمهندسين؟ طيب شكل اسم النقطه اللي موجود هنا المفعل هو عباره عن ايه؟ بوينت، وبعد كده ايه؟ الفيجن، وبعد كده ايه؟ ديسكريبشن. يعني معنى كده يا باشمهندس ال 4418 دي اللي هو كاتبها دي يا باشمهندس هي عباره عن ايه؟ البوينت نمبر، صح ولا يا باشمهندس؟ قيمتها 4418. طيب الرقم الثاني اللي هو قيمته 262.66 والاكس ده عباره عن ايه؟ نروح نشوف الراجل كان ظاهر ايه؟ اهو كان ظاهر ايه؟ بوينت وإليفيجن. يبقى يا باشمهندس ال 262 ده عباره عن ايه؟ الزد، صح ولا يا باشمهندس؟ والاكس دي المقصود بقى ايه؟ الديسكريبشن. تمام يا باشمهندس؟ طيب شكل الليبلز اللي ظاهره دي، الاسم بتاع النقطه ده عاجبك؟ عاجبك؟ لا انا عاوز اظهر حاجه ثانيه، خلاص براحتك. انا عاوز بدل ما اظهر ده اظهر الإليفيجن، قول لي.
اختار الاليفيجن قول له ابلاي يظهر لك على طول الايه الاليفيجن. بس لما جيت اخترت من هنا يا باشمهندسين الاليفيجن قول لي ايه اللي ظهر هنا؟ الاليفيجن بس. تمام يا شباب؟ طيب نفس النظام في حاجات جاهزه الراجل مديها لك ديسكريبشن قول لي لو انت عاوز تظهره الاليفيجن عندي ديسكريبشن الاليفيجن قول لي عاوز تظهر الاستنج والنورسنج براحتك. نعم ده في الاخر خالص في الاخراج اقول لك انت المفروض تظهر ايه وتظهره انت. انا بس دلوقتي بنتكلم كفكره عامه لو انت عاوز تظهر حاجات على النقطه تظهرها ازاي. في النهايه خالص في الاخراج النهائي بتاع اللوحات اقول لك انت المفروض تظهر ايه. خلاص يا باشمهندس؟ طيب يا باشمهندس انا مش عاجبني الكلام ده وعاوز اعمل حاجه جديده اعمل ايه؟ قال له والله اقول له ايه يا باشمهندس؟ كرييت نيو واسمي الستايل ده باي اسم انت عاوزه واخش هنا يا باشمهندسين على لي اوت. تمام؟ طيب هو انت عاوز تظهر ايه؟ بوينت نمبر ولا عاوز تظهر الديفيجن ولا عاوز تظهر الديسكريبشن؟ ها انت عاوز تظهر ايه؟ وليكن ايه بوينت نمبر الاول. تمام يا باشمهندسين؟ يبقى اقول له هنا كده يا باشمهندس من هنا كده ادي البوينت نمبر. لا البوينت نمبر دي مش عجباني. طب اعمل ايه؟ اروح داخل هنا من النقطه دي ده بوينت نمبر ظهر لي البوينت نمبر. عاوزين تظهروا ايه تاني يا باشمهندسين؟ اختاروا اي حاجه. ها بوينت اليفيجن ادي البوينت اليفيجن. عاوزين تظهروا ايه تاني؟ ديسكريبشن تختار من هنا ديسكريبشن وتقول له باص. عاوزين تظهروا ايه تالت؟ اي حاجة انت عاوز تعرفها. عاوز تحط ايه؟ ها النورس فين النورس هنا؟ ادي النورس اهو تروح قايل له باص. بس طبعا لازم ننزلها على سطر جديد. تمام؟ عاوز تظهر ايه تاني؟ ها الايست ادي الايست تروح قايل له باص وبعد كده تقول له ايه؟ اوكي. بص ايه اللي هيظهر عندك؟ البوينت نمبر والحاجات دي كلها. طيب يا باشمهندس انا كده دلوقتي هيحصل عندي لخبطة. طب اعمل ايه؟ قال له والله يا باشمهندس هنا بص كده يا باشمهندسين ارجع تاني بس عشان الناس اللي اتلخبطت. من هنا اقول له كرييت نيو هنا يا باشمهندس انا اسف من الايه الليبل انا داخل دلوقتي على الليبل اقول له ايه دلوقتي؟ كرييت نيو واقول له هنا الاسم الاسم اللي انت عاوزه. خلاص شباب؟ وبعد كده اخش على ايه؟ على لي اوت. اجي من هنا منين؟ من كونتنت اروح ايه واقف على ايه؟ على الثلاث نقط اللي في الجنب. اروح ماسح اللي موجود على فكره اللي موجود ده اللي هو البوينت نمبر اللي موجوده فوق دي بس ايا مكان بس عشان مش يحصل لخبطه اروح ماسح اللي موجود كان ده مش موجود. تمام؟ اختار انتوا عاوزين نظهر ايه؟ بوينت نمبر صح؟ يبقى اروح قايل له هنا كده يا باشمهندس اختصار للبوينت نمبر واقول له يساوي واروح جاي هنا بوينت نمبر وباص. تمام يا شباب؟ بعد كده اقول له تحت عاوزين تظهروا ايه؟ النورس يبقى اقول له ان يساوي وادي ايه هنا يا باشمهندسين؟ النورس فين النورس هنا اهي واقول له ايه؟ باص. بعد كده عاوزين تظهروا ايه؟ بص اروح واقف هنا واعمل ايه؟ انتر عشان اجيب سطر جديد. عاوزين تظهروا ايه تاني؟ الايستن يساوي واروح مختار هنا يا باشمهندسين الايستن واقول له ايه؟ باص. اي حاجه ما انت عاوز تظهرها واقول له ايه دلوقتي؟ اوكي. ادي البوينت نمبر وادي النورث وادي الايست. طب ايه اللي ظهر تحت ده؟ حاجتين ظهروا. ايه اللي ظهروا؟ قال له والله انت هنا يا باشمهندس كنت البوينت نمبر دي كنت مفعل فيها الحاجات دي. في حاجات كمان هنا متفعله اللي هي البوينت اليفيجن اللي تحت وفي حاجات هنا متفعله اللي هي البوينت ديسكريبشن. طب اعمل فيهم ايه؟ اعمل من هنا بس اعلم على البوينت ديسكريبشن واقول له ديليت. ايه اللي حصل تحت؟ اعلم هنا على البوينت اليفيجن واقول له ديليت. يبقى ايه اللي حصل؟ الحاجات اللي هي متفعله بتاعه البوينت نمبر دي اللي هي الثلاث حاجات اللي انا مختارها. مفهومه ولا مش مفهومه؟ تمام؟ هنا ده يا باشمهندس ايه المقصود بيه؟ تكست هايت. عاوز تغيره غيره كويس بالنسبه لك كويس. ان شاء الله في الاخر خالص هعلمكم الرقم المظبوط ايه في شكل الاخراج النهائي. تمام يا باشمهندسين؟ طيب هنا بقول لي يا باشمهندس الانجل هو انت يا باشمهندس الزاويه بتاعت الدوران انت عاوزها بالشكل ده صفر ولا عاوزها 45 مثلا؟
على حسب ما انت عاوز. عاوزها لا انت عاوزها 30 براحتك. خلاص شباب. بعد كده بيقول لي يا باشمهندس الاتاتش من، هو انت عاوز تعمل اوفست للكلام ده؟ يعني ايه اوفست للكلام ده؟ يعني انا عندي يا باشمهندس النقطه دي موجوده اهي صح؟ اليمه دي الرايت بتاعها، اليمه دي ده الليفت بتاعها صح يا باشمهندسين؟ النقطه دي هي الوسط الميدل صح يا باشمهندسين؟ عندك الاختيارات اللي بعد كده يقول لك ايه بوتوم وتوب. ده توب ولا بوتوم؟ ده توب. هنا ده ايه؟ بوتوم. لو انا عاوز اجيب نقطه هنا يبقى اختار الاختيار ايه؟ توب رايت. لو هنا ها رايت بوتوم. ناس واخده بالها ولا مش واخده بالها؟ النقطه هي مش مهمه. وصف للنقطه. لو انا عاوز انقل يا باشمهندس اخلي الكتابه لفوق يبقى فوق ده اسمه ايه؟ لو عاوز اخلي الكتابه لتحت يبقى اخليها ايه؟ بوتو. لو انا عاوز اخلي الكتابه على اليمين يبقى اسمه ايه؟ رايت. لو انا عاوز اخليها على الشمال يبقى اسمه ايه؟ لو انا عاوز اخليها هنا يبقى توب رايت. لو عاوز اخليها هنا ها رايت بوتو صح؟ ونفس النظام بقى لو انت عاوزها هنا يبقى ميدل. هو دي الحاجات اللي موجوده عندك هنا يا باشمهندس. توب ليفت، توب سنتر، توب رايت، الحاجات دي. هنجرب دلوقتي حق. لو اخترت هنا يا باشمهندس وليكن ميدل سنتر. ايه اللي حصل؟ في السنتر والوسط بتاعها. لو اخترت هنا كده يا باشمهندس توب ليفت. ها؟ اعلى، هو هنا واخد النقطة دي اعلى. لو هنا كده يا باشمهندس بالشكل ده. لو بالشكل ده طيب الناس هتسال سؤال، هو يا باشمهندس انت توب ليفت، نيجي نبص عليها فوق كده توب ليفت تمام يا باشمهندس؟ هو المقصود بيها المربع، هو عامل مربع كده جنب النقطه. التوب ليفت هنا مش هي النقطه دي؟ هو صغيرها هنا ولا مصغرها بالشكل ده؟ فاهمين قصدي ايه ولا مش فاهمين يا باشمهندسين؟ تمام. طيب يا باشمهندس ده هي كده لازقه في النقطه، ده انا عاوز ازحزحها 2 سم لفوق او 2 سم اليمه دي، اعملها منين؟ من الاوفست بقى. حد فاهم حاجه؟ يبقى اقول له هنا كده يا باشمهندس وليكن مثلا انا بختارها دايما مثلا وليكن ميدل رايت مثلا او ميدل ليفت، ماشي خليها ميدل ليفت اهو، واقول له والله اوفست هنا مثلا 2 متر في الاكس، نشوف شكله عامل ازاي. لا والله ده انا عاوزها 5 متر. فاهمني ولا مش مهندسين؟ لا ده انا عاوزها في الواي مثلا 6. انت اللي بتلعب في شكل الاخراج اللي انت عاوزه. مفهومه ولا مش مفهومه؟ طيب. بعد كده في عندي حاجه اسمها ايه؟ كلر. اللون ده انا مش عاجبني اللون ده. عاوزه اي لون تاني، يا عم اختار اللون اللي انت عاوزه. تمام ولا يا شباب؟ ها في مشكله؟ بعد كده اقول له يا باشمهندس اوكي، والاسم بتاعه اهو، نروح قايل له اوكي نشوف ايه اللي هيظهر هنا كده يا باشمهندسين. ايه اللي حصل هنا كده يا باشمهندسين؟ اهو الراجل ظبط الكلام ده بالزاويه 30 اللي انا كنت عاملها بالاسماء اللي انت ايه كنت عاملها. في مشكله؟ يبقى يا باشمهندس من قائمه بروبرتيز من هنا اجي اقول له والله البوينت ستايل اللي انا عاوزه والبوينت ليبل ايه اللي انا عاوزه. ناقصني جزئيه يا باشمهندس، وهي ان انا لو جيت عملت هنا يا باشمهندس اخترت ده وقلت له ايديت بوينت، ايه اللي حصل هنا يا باشمهندسين؟ جاب لي شيت الاكسل اللي انا كنت مستورده جابه لي هنا صح يا باشمهندس؟ النقطه دي يا باشمهندس النقطه دي يا باشمهندس رقمها كام؟ 4418. نبقى نيجي هنا نشوف النقطه دي موجوده فين. عدت يا عم نرجع لها، ايه المشكله؟ النورسنج بتاعتها كام؟ ادي النورسنج بتاعتها. هل الرقم ده هو نفس الرقم ده؟ النورسنج اهو 15
8 اللي هي 1,588,049 مش هو الرقم ده؟ طب وهنا يا باشمهندس ليستين هو نفس الرقم صح؟ يبقى هو جاب لك شيت الاكسل اللي هنا فايدته ايه؟ فايدته لو انت يا باشمهندس المساح قال لك والله النقطه دي انا كنت رافعها غلط ارجع اهد اللي انا عملته من اول وجديد ولا اغيرها من هنا؟ اغيرها من هنا. اغيرها ازاي؟ هو ينفع تغيير؟ قال لي ينفع تغيير، خلي النقطه دي 5 اتغيرت كده يا باشمهندسين. في مشكله يا شباب؟ طيب يبقى اللي احنا عاوزين نتعلمه يا باشمهندسين اكرر الكلام بسرعه كده في نهايه الايه؟ في نهايه المحاضره. قلنا اول حاجه نقول له فايل نيو، بعد كده يا باشمهندس افتح فايل جديد اللي هو ايه الديفولت التمبلت بتاعي اللي انا شغال عليه، بعد كده يا باشمهندسين اعمل ايه؟ اقول له ايه بوينت امبورت بوينت امبورت بوينت، بعد كده استورد الملف اللي هو الامتداد بتاعه تي اكس تي، وبعد كده اقول له ايه؟ اقول له اوبن، بعد كده اقول له يا باشمهندس ادد بوينت وبوينت جروب، بعد كده اقول له يا باشمهندس اسميه بجروب وليكن ايه جروب بوينت، بعد كده اقول له ايه؟ اقول له اوكي، بعد كده ايه؟ اوكي. الاقي الراجل هنا يا باشمهندس ايه؟ فعل لي البوينت. طيب الراجل دلوقتي يا باشمهندس قلنا نقول له زد اي انتر، يروح ايه يا باشمهندسين؟ جايب لي البوينت عندي. ايه اللي حصل هنا يا باشمهندس؟ جاب لي البوينت دي. اعمل بيها ايه؟ قال له والله اروح اعمل بيها السيرفيس. منين؟ اقول له سيرفيس كرييت سيرفيس، واقول له هنا يا باشمهندس اسم السيرفيس وليكن جي اس، وبعد كده اقول له ايه؟ اقول له اوكي. عمل لي ايه هنا؟ عمل لي اسم للسيرفيس. اقول له ايه دلوقتي؟ اقول له بوينت جروب، واقول له ايه يا باشمهندس؟ واقول له اد، واروح مختار من هنا ايه؟ الاسم اللي انا اخترته، واقول له ايه؟ واقول له اوكي. الاقي الراجل دلوقتي يا باشمهندس عمل لي جنب البوينت جروب ايه؟ متظلله، ودلوقتي الراجل بيحمل ايه؟ بيحمل السيرفيس عندي. دلوقتي ايه اللي حصل دلوقتي يا باشمهندس؟ خلى السيرفيس عندي. اعمل ايه هنا دلوقتي؟ اروح انضف النقط اللي ايه الزياده دي. منضفها منين؟ من ايديت سيرفيس، اقول له ايه؟ ديليت لاين، واشيل ايه يا باشمهندسين؟ واشيل النقط الزياده دي. تمام يا شباب؟ وكده يبقى ان شاء الله تعالى نبدا المره الجايه فين؟ في المسار. ازاي اللي احنا ايه نختار المسار بتاع الطريق، وازاي اللي احنا نعمل الاونلاين ده. ايه هي؟ قال له والله يا باشمهندس انا عندي ممكن ان انا استورد النقط دي من شيت الاكسل، بس بدل ما يكون امتداده تي اكس تي يكون امتداده سي اس في. ايه السي اس في ده؟ اول حاجه نعمل ايه دلوقتي؟ ديليت لكل الكتابات اللي موجوده، ديليت لكل الكتابات الموجوده. كنا الاول يا باشمهندسين بنقول له فايل سيفاز، ونسيف الكلام ده امتداده كان تي اكس تي اللي هي تاب ديليميتد. قال لي البرنامج كمان بيقبل امتداد تاني وهو ايه يا باشمهندسين؟ سي اس اف سي اس في كوما ديليميتد، وفي النهايه دوت سي ايه؟ سي اس في. اروح مسيفه على المكان اللي انت عاوزه واقول له يا باشمهندس سيف. دلوقتي الاكسل ده ما عادش له لازمه بالنسبه لي. نقول له ده كده دونت سيف. ظهر ايه هنا دلوقتي يا باشمهندس؟ سي اس اف. لو قلت اوبن دلوقتي يا باشمهندس ما افتحوش كاكسل، امال تفتحه كايه يا باشمهندس؟ بفتحه كنوت باد او وورد باد، الاثنين صح. ايه اللي ظهر هنا يا باشمهندس؟ عمود ما عادش فيه مسافات، ما عادش فيه ايه؟ كوما. عمود ايه تاني؟ كوما. عمود ايه الوضع؟ كوما. عشان كده اسمه ايه؟ كوما ديليميتد، لكن الاولاني كان اسمه تاب ديليميتد. يعني هنا الفاصل بين كل عمود والتاني كوما، لكن هناك كان الفاصل اللي بين التاني والعمود والتاني ايه؟ سبيس. خلاص يا شباب؟ بس هنا نكرر تاني، انا لما اجي اعمل له هنا اوبن عشان خاطر اشوف الكوما دي يا باشمهندس اقول له اوبن ويز، واقول له ايه؟ نوت باد. خلاص يا شباب؟ طيب اروح دلوقتي على السفر،
افتح ملف جديد فايل نيو كانها لسه بادئ من جديد. افتح ايه؟ التمبلت اللي احنا شغالين عليه واقول له ايه يا باشمهندس دلوقتي فايل سفاز مش مشكله تمام. وبعد كده اقول له ايه بوينت، اقول له ايه امبورت امبورت بوينت، واقول له هنا يا باشمهندس اد نفس الخطوات. بس هنا انا كنت بدور على امتداد ايه تي اكس تي، هنا اجي اختار ايه بقى سي اس اف، يروح ظاهر للسي اس اف اهو، واقول له ايه هنا يا باشمهندسين اوبن. طيب الكولومز اللي موجوده كانت بنزيد ولا كان ايه بنزيد اللي هي الخمسه كولوم، اروح جاي من هنا مختار الايه البنزيد. كوما دي ليميتد ولا سبيس دي ليميتد؟ كوما دي ليميتد، واقول له هنا بوينت جروب، واقول له ايه هنا اسمي جروب جديد وليكن بالاسم ده، واقول له ايه اوكي. هنا يا باشمهندس ايه اللي حصل هنا قبل ما اعمل اي حاجه؟ ايه الموجود؟ لسه ما فيش بوينت موجوده. لما اقول اوكي هروح اعمل لي ايه؟ مستورد لي النقط في الجروب اللي انا اخترته، صح ولا يا شباب؟ ونكمل نفس الخطوات اللي فاتت. ها في مشكله؟ يبقى